محمد اهلا بيك. استاذ وائل، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل الساده المشاهدين من منطقه المطريه وتحديدا امام اسم شرطه المطريه. معي الان العميد اسامه السيد، وهو قائد بقطاع العمليات الخاصه بالامن المركزي، ليوضح لنا الصوره كامله في منطقه المطريه. سياده العميد، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. سياده العميد، بعد جوله مفاجاه من السيد وزير الداخليه بالامس، قرر زياده القوات في منطقه المطريه. هو فعلا القوات كلها على المطريه كلها، وحضرتك انت مشيت معانا ومريت في المطريه كلها، لاحظت ان الامور هاديه والناس ماشيه طبيعي واهلنا ماشيين طبيعي وكل واحد في امان عموما يعني، والقوات كلها مال المطريه كلها من اولها لاخرها. حضرتك في 3 أكوال أمنية ليلا وأربع أكوال أمنية نهارا، حضرتك في عملية قبض على من يحملون السلاح؟ هو عموما في بتبقى معلومات على مشتبه فيهم بيطلع يتقبض عليهم، وهي اكتر من 4 و3 يعني، اقل ازيد من كده كمان يعني، وبيتقبض على اللي بيجي عليه معلومات وبيطلع يتقبض عليه ويطلع النيابه. قوات الامن المركزي اعلنت ان هي ليست بحاجه الى مسانده القوات المسلحه. وطبعا القوات المسلحه احنا ايد واحده، بس احنا الداخليه موجودين على الارض، وانت حاسس بالامان بتاعنا هنا اهوت، والناس كلها لما شفت انت مشيت معانا الناس كلها بترحب بينا ومبسوطه بينا، لان احنا بنامن اهالينا ومش هنطلع من المطريه ان شاء الله بتكون امنه نهائي تماما. يعني حضراتكم مش هتخرجوا من المطريه الا بالقضاء على الارهاب. تماما. سيادة المقدم، حضرتك أيضا بقطاع قوات العمليات الخاصة، سيادة المقدم يعني حضراتكم موجودين هنا ليلا ونهارا، إيه المهام اللي حضرتك بتقوم بيها؟ وحضرتك لسه راجع من عملية تمشيط دلوقتي، ممكن تشرح لنا الحالة؟ هو زي ما حضرتك شفت دلوقتي لسه جاي من شارع المطراوي، بنمر في منطقة شارع المطراوي بميدان المطرية لحد الاسم هوت، بنعمل عملية تمشيط لأي تجمعات من الجماعة الإرهابية. والحمد لله زي ما انت شفت مفيش اي تجمعات ولا محاولة. ليه المطرية بالذات، ليه المطرية معقل للعمليات الارهابية؟ هو طبعا الموقع بتاعها جغرافي، وانها بتجيلها اي من بتوفد ليها ناس من جميع الجهات، تمام، والطبيعه الجغرافيه بتاعت المنطقه انت تلاقي الشارع الرئيسي بيتخلل وبتفرع منه حواري صغيره، هو بيعتمد ان هو بيهرب مني من الشارع الرئيسي للحواري الصغيره. الحوارات دي القوات ما تقدرش تدخل فيها؟ انا حضرتك النهارده اتعمدت وانا بقى بمر ان انا نزلت على رجلي ودخلت الحوارات دي على رجلي من بدون مدرعات. استاذ وائل، معي ايضا بعض من ضباط العمليات الخاصه، حضرتك موجود هنا بتدافع عن البلد ومش خايف من اي عمليات ارهابيه؟ طبعا احنا موجودين هنا بنحافظ برضو على بنساعد على وجود الامن في المطريه، والدنيا هاديه دلوقتي واحسن من الاول بكتير، واحنا بنطمن الناس هنا في المطريه اللي احنا متواجدين ليل مع نهار، وان شاء الله ما فيش اي حاجه. حضراتكم كنتوا بتتكلموا معايا بتقولوا ان احنا هنا من اجل مشروع شهيد وليس مشروع الشهيد الذي يطلق من قبل جماعه الاخوان. لا طبعا في فرق بين مشروع شهيد اللي احنا بنقول عليه وبين اللي هم بيقولوا عليه، لان احنا عارفين الرساله اللي احنا نازلين نأديها، وعارفين ان احنا كل اللي بنعمله ده لوجه الله مش اكتر. لا طالبين حاجة ولا عايزين أي حاجة، كل واحد فينا نازل من بيته ما يعرفش هو راجع تاني ولا مش راجع تاني. في رسالة أخيرة حضرتك، إيه الرسالة اللي تحب تقولها للشعب المصري وتحديدا لأهالي المطرية؟ أنا أحب أقول لكل الشعب المصري إن أمنكم في يد أمينة، وإحنا موجودين هنا ومش هنرجع إن شاء الله لما الأمن يرجع للمطرية تاني، بالأمن موجود فعلا، وإن شاء الله بحب أبشر الشعب إن الأمن رجع أحسن من الأول تاني إن شاء الله. سيادة العميد، قبل ما اختم يعني، هل تتوقع اي محاولات تخريب يوم الجمعة القادمة؟ لا ان شاء الله خير، احنا موجودين ومتواجدين بين اهالينا ومش هيحصل حاجة ان شاء الله. يعني دي توقعات حضرتك ان شاء الله. يعني في رسالة اخيرة، رسالة من حضرتك لمن يعني يريد التخريب او من تولى له نفسه بالتخريب. هنقول له احنا موجودين، يعني احنا موجودين عشان ناسنا ونحميهم وعلى ارواحنا وعلى دمنا بس. سيادة العميد شكرا جدا لحضرتك. طبعا. استاذ وائل، زي ما حضرتك شفت يعني قوات الامن المركزي وتحديدا العمليات الخاصه موجوده هنا من اجل البقاء على القضاء على الارهاب، ويعني زي ما حضرتك سمعت من سيادة العميد ان قال مش هنخرج من المطريه الا بالقضاء على الارهاب. استاذ وائل شكرا لحضرتك.